ضروري هو عضوي ميكرو غاري كاميرا. غاش غاش ندير الدين وحده ايوا فضه شنو مان في فيسبوك أسعد الله مساءكم متتبعي قناة شوف تيفي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا كنتواجدوا بمدينة الناظور في أحد بطبيعة الحال الكوري اللي معروف هنا في مدينة الناظور، وعنده واحد اللي قبل الناس كتجي تشتري عليه بطبيعة الحال بالقرب من كورنيش مدينة الناظور، حي بوعرورو، حي بوعرورو المنطقة، حي بوعرورو الطريق الكورنيش هنايا. كما كتشوفوا الأكباش الحمد لله متوفرة وبكثرة هذه السنة، عكس ما كان يروج في السابق أنه ما كاينش العيد إلى غير ذلك، أكباش ما كاينينش ومجموعة من الكلام اللي كثر على هذه السنة بسبب كوفيد 19 أو فيروس كورونا. لكن الحمد لله هنا في هذه المنطقة وبمدينة الناظور بطبيعة الحال مجموعة من الناس اللي كتفضل أنها كتفضل تشري من الكوري، وكذلك مجموعة من الناس اللي كتفضل أنها تشري من الأسواق إلى غير ذلك. اليوم غادي نعرفوا شنو هو بطبيعة الحال المزايا أنك تشري من الكوري، وشنو هو كذلك المزايا أنك تشري من السوق، باش نعرفوا شكون اللي رخيص، واش في السوق اللي رخيص ولا في الكوري رخيص. نشوفوا كذلك الجودة ديال الكبش، واش الكبش ديال السوق تيكون عنده جودة ولا الكبش اللي تيتربى في الكوري بطبيعة الحال حاضيه مولاه إلى غير ذلك هو اللي عنده جودة. إذا هذه مجموعة من الأسئلة اللي غادي نطرحوها بطبيعة الحال كطاقم شوف تيفي على صاحب هذا الكوري بطبيعة الحال، اللي غادي يجاوبنا على مجموعة من الأسئلة. وما لقيناش الأب ديالو، لقينا الإبن ديالو بطبيعة الحال، هو اللي أصبح مكلف هنايا بهذا الكوري هذا. إذا الأكباش هنا من 1500 درهم حتى 3000، حتى 3000 شحال قلت لي؟ حتى 4000 درهم، من 1500 درهم حتى 4000 درهم. إذا من 1500 درهم الإخوان حتى 4000 درهم اللي واصل الكبش هنايا، اللي واصل الكبش بطبيعة الحال هنايا بمدينة الناظور وبالضبط بهذا الكوري. إذا عندك 1500 تشري، عندك 2000 درهم تشري، عندك 2500 تشري، عندك كذلك 3000 تشري، عندك 3500 تشري، عندك 4000 تشري، الحد واصل في 4000 درهم هنايا. وهادو أكباش ديال النواحي ديال السطات، الفقيه بن صالح، البروج إلى غير ذلك، كلها يعني ذات جودة. كما كتشوفوا هو السردي الكبش المغربي، معروف السردي كما كتشوفوا بالوجه ديالو الأسود، وكذلك كاين واحد النوع اللي عنده عينيه كحل بحال هذا كما كتشوفوا، وهذا هو الكبش المغربي اللي معروف واللي عزيز على مجموعة من المغاربة، عزيز على المغاربة انهم يضحوا على هذا الكبش نظرا للجوده ديالو، وكذلك بطبيعة الحال الثمن ديالو اللي في غالب تيكون انه متوسط الثمن. بطبيعة الحال غادي نوريكم الاثمنه، جميع الاثمنه في هذا الكوري هذا. والسؤال المطروح انتم كمتتبعي قناه شوف تيفي، حاولوا انكم تفعلوا في التعاليق منين كتفضلوا انكم تشريو، منين كتفضلوا انكم تشريو، واش تشريو من الكوري ولا تشريو من السوق. بطبيعة الحال هانتوما كتشوفوا هادو الاكباش يعني ديال 3000 درهم، ديال 3000 درهم، ديال 4000 درهم، هادوك ديال 4000 كاينين هنايا بعدا؟ لا ما كاينينش هنايا، كاينين بلاصة أخرى؟ 3600 2800 3000 3600 3500 3000 كذا. إذا كما كتشوفوا هادو هما الإخوان، هادو هما الاخوان الاكباش اللي متواجدين في هاد الكوري هذا بطبيعة الحال، وكاين مجموعة من الأماكن اللي فيهم. أنتم كما كتشوفوا السي محمد، نعم
هادو انا ديال المنطقه هادو ديال حاسي بركان تاوريرت ديال الجهه الشرقيه كما كتشوفوا تيكون الوجه ديالهم ابيض والجروند ديالهم بحال مايل الصفوريه كما كتشوفوا. هادو هما الاكباش. هنا فين وصل الثمن هنا استاذ؟ هنا كاين 2500 2000 1900 هنا 1900 2500 بطبيعه الحال 2000 درهم 2400 2300 يعني تبارك الله ما شاء الله حتى هادو يعني بالحجم ديالهم وبطبيعه الحال. اليوم سوقنا سلوان انتم شفتوا كنت لكم اللايف من سلوان وشفتوا كان شي واحد الاكباش اللي عجبت الناس فقط القليل الخله القليله ديال الاكباش اللي لانه الناس ديال الداخل بطبيعه الحال ما كيسوقوش سلوان. كنا شفنا السيمانه الفايته انه الناس سوقوا جاو من مختلف مدن المملكه المغربيه سوقوا العروي لكن سلوان بطبيعه الحال ما كانوش شي اكباش اللي في المستوى واللي عجبوا الناس. مجموعه من الناس اللي جاوا شافوا طلوا ومشاو لكن بحال هاد الاكباش هادو ما لقيناهمش في السوق نظرا انه كل واحد الفلاحات طلع صنعه وكل واحد كاين اللي ما علفش الحولي ديالو كاين اللي ما تباعلوش الحولي ديالو نظرا نعم غادي نرجعوا لك بطبيعه الحال غادي نرجعوا لك باش تشرح لنا مجموعه من الامور. اذا كانت هذه مقدمه الاخوان غادي نوريكم جميع الاكباش والاثمنه حاولوا انكم تبارطاجيو باش انهم يوصل الرساله. اكيد خويا محمد حنا كنتواجدوا حدا كورنيش مدينه الناظور حدا الكورنيش ديال مدينه الناظور هذا الكوري كاين هنايا. الا بغيت تجي انك تسول الثمن راه كاين السيد هو اللي مكلف هنايا هو ولد الباترون ديال هذا هو ولد المول الكوري يعني هو اللي مسؤول هنايا بطبيعه الحال ويقول لكم الاثمنه كاملين. حنا فقط يعني كنجيو نشوفوا الاثمنه فين واصله الجوده الى غير ذلك كنشوفوا كذلك النوعيه ديال الاكباش الى غير ذلك. السلام عليكم. كي داير بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكون مزيان وهذا العام ان شاء الله يكون عندكم واحد الامتياز ان شاء الله. فين راه وصل الثمن؟ الناس مجموعه من الناس اللي تيقول لك انه الثمن طاح في السوق، واش نيشان هذا الشيء؟ بالنسبه لواحد القضيه هذا العام الفلاح اجي نقربوا هنايا قربوا هنايا مزيان صافي غير وقف هنايا باش نشد معك جميع الاكباش باش ما يقولكش راك شديتي غير السردي وخليتي ديال الجهه الشرقيه. اذا راه كما قلت لي انه الاكباش هذا العام متوفره بكثره. نعم معليش غير طلعوا معليش معليش الحوال هذا العام ان شاء الله موجود فين ما مشيت اي منطقه تلقى الحوال ان شاء الله موجود. نعم وبالنسبه لواحد القضيه الناس الاغلبيه ديال الناس كيهضروا كيقولوا الحولي رخيص رخيص حقا يعني هذا العام كان واحد مقارنه من العام الفايت كان واحد 200 درهم 300 درهم حتى 400 درهم ناقصه على العام الفايت. بالنسبه علاش شنو السبب شنو السبب زعما السبب كاينين بزاف ديال الاسباب. اولا السبب هذا المرض ديال كورونا كاين بنادم عنده الاسره ديالو ما عندوش باش ما عندوش باش يوفر المعيشه اليوميه ديالو يمشي عاد مع سك عاد يدي الحولي ديال 2000 ولا 3000 درهم فهمتي. اما بالنسبه للحواله كاينين الاغلبيه الناس كيقولوا لك الحولي رخيص فهمتي هذا راجع الى انه الفلاح هذا العام ما علفش منين سمع بان كاينه كورونا كاينوا بزاف ديال الاشاعات بالله لا هذا العام ما يكونش الحولي ما غاديش يكون العيد بزاف الهضره هكا وهكا الناس كيهضروا والفلاح ما علفش من طبيعه الحال واش هو غيجي يخسر الفلوس ديالو يجي لواحد المرحله يقولوا العيد ما كاينش اذا هو اللي غيكون الخاسر. هذا هو السبب علاش العام هذا هو السبب. وبالنسبه للجاليه واش كانوا حتى هما تيساهموا في هذا العام ديال العيد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج هذا العام كيساهموا بالنسبه للحواله ولا كيساهموا بزاف ديال التجاره تمشي للحوانات بزاف ديال الحوايج ماشي غير الحواله عندهم واحد الدور كبير لينا هنايا حنايا بالتجاره بالنسبه للحواله اللي تيكون عندهم اقبال هنا عندكم في الكوري هنايا الاقبال بزاف السردي والاحمر ديال الخنيفره السردي والحمل ديال الخنيفره هذا النوع هو ديال السردي ياك هذا هو السردي نوريك دابا الاحمر ديال الخنيفره كاين الداخل غادي ندخلوا له اغلبيه السردي السردي كيجي كيدي السردي لحقاش الجوده هي الجوده هي البريميره في المغرب كما كنقولوا. عندي واحد السؤال ان مجموعه من الناس كتفضل تشري من الكوري علاش زعما بزاف ديال العوامل. نعم. اولا كاين بنادم كيجي كيدي الحولي ديالو كيخليه هنايا حتى العرفه فهمتي كيدي الضمانه كيدي مثلا يشري الحولي كيخليه هنايا حتى العرفه فهمتي الا طرات له شي حاجه للحولي مثلا تجرح ولا نض فيه شي حبه ولا مات هو ما كيخسر والو كيجي يدير الفلوس ديالو اللي بدل الحولي فهمتي اذا تيبقى مامن الماكله ديالو هنايا بالمجان ما كتقولوش خلصنا الماكله ولا شي حاجه كيديروا مع الثمن في الاول
فهمتي الثمن في الاول صافي ما ماشي منها ملي كيجي يدي الحوله كنقول له زيدنا 200 درهم ولا 100 درهم ديال العرض هذيك ما كايناش هذيك. وبالنسبه للناس اللي كتشري من السوق طبيعه الحال واش كتنصحهم يشريو من السوق ولا يشريو من الكوري؟ يشريو من السوق خصو غير يكون كابابل وصافي يمشي مع شي واحد اللي يعرف وصافي لحقاش في السوق كيكونوا بزاف ديال المسائل. يعني كاين السوق شحال من واحد شرى له السوق وبنادم ما كيعرفش الله يحسن شحال من واحد شرى من السوق و حبه يمكن يديه للدار يموت له. وكاينين شي ناس كيشوفك يقول لك ملي كيشري كيمشي للسوق كيقول لك كنشري حوالي من فوق ملي نمشي للدار كنلقاه متفش فهمتي شنو السبب؟ هذا راجع راه كيعطي واحد الماركه ديال العرف الماركه ديال العرف تعطيها له في المشوار كياكلها ملي تمشي للسوق غيديه للسوق كيكون الحولي تبارك الله تشوف الحولي نتايا قد العجل تبارك الله دوز عليه واحد 3 ولا 4 ديال السوايع كيتفش راجع الى واحد الماركه ديال العرف. حنايا كنقولوا لهاد الماكله كان كيتصدر من مليليا داكوتا ولا سميتها واحد الماركه ديال العرف ديال الكلاب حاجه فهمتي هذيك الماركه وصلت بهم الدرجه حتى يعطوا الماكله ديال الكلاب للحواله. نعم لا اله الا رسول الله. مؤخرا راه شدوا شي ناس راه داروا لهم شي عقوبات صارم في النظر هنايا اذا احذوا راسكم اخوتي. كاين الناس اللي كتجيب الحواله للسوق بطبيعه الحال كيعطوا لهم واحد الماده هذه الماده بزاف ديال الماكله ماشي غير هذيك بزاف كاين بزاف الانواع اللي تنفخوا اذا اخواني حذاري ثم حذاري. السيد ماشي تيقول لكم اجيو شريو عليه ولا تيقول لكم شريو من السوق الى لقيتو الرخاء السيد عنده الكليان ديالو وهو فقط تينصحكم من باب النصيحه. يعني المسلم خصني نصحوه المسلم وحنا في الناظور بطبيعه الحال ناظور صغير والمغرب بطبيعه الحال كله بطبيعه الحال انه تينصحكم تيقول لكم انه حذوا راسكم من الحواله ديال السوق بطبيعه الحال المزايا. نعم تفضل سي محمد. كاينين فلاحه تما كيجيبوا حاجه زوينه حنا ماشي كنعمو كامل كيديروا ماشي كلشي بطبيعه الحال ماشي كلشي كاينين اللي ما كيخافوش الله فهمتي. اما كاينين البنادم كيخدم على ولادو كيجيب اسمح لي جواب مصطفى البونصري اخويا حدا الكورنيج ديال الناظور هنايا الكورنيج ديال الناظور بوعرورو راه كاين هذا السيد هنايا واحد السيد كان سولنا على المكان وقال لك جاوبنا هاني جاوبت باش ما يبقاش فيه الحال. تفضل سي محمد كمل. واه سميت محمد محمد بعد واحد السيد راه اشترى عليك قال لك راه كنشري عليه ديما. تفضل زيد سي محمد تفضل. واه نمشي نوريك السر ديال واه نمشيو شنو باقي لنا دابا كاين تما الحمار كاين السر ديال واه نمشيو نشوفوا باش المواطنين يعرفوا شنو راه واقع في السوق وعلاش هذا العام طاح الحولي وعلاش هذا العام غلا الى غير ذلك مؤخرا في بعض المناطق. اذا كما كتشوفوا حنا سالينا من هذه الرحبه كما كنقولوا هذه الخيمه هنايا غادي ندخلوا لهاد المنطقة هذه عاوتاني كذلك. إذا كما كتشوفوا حنا دخلنا لهاد المنطقة هنايا كذلك في مدينة الناظور ونفس مول الكوري هادو ديال من ديال خنيفرة هادو ديال خنيفرة باش تتميزوا ديال خنيفرة نبداو من هنا ولا من هنايا؟ تفضل غادي ندخلوا لهم كاملين. بزاف ديال الناس المغاربة وما تيفضلوش السردي. نقول لك علاش كيفضلوه. بالنسبة ديال الناس كيفضلوا هذا لحقاش هذا ما كيديرش الشحمة. هذا ما كيديرش الشحمة. الشحمة ما كيديرش الشحمة نهائيا. نعم. نهائيا. حيت هذا الحولي في خنيفرة في الأطلس. منين كيكون صغير كيكون مع مو كيكون صغير يلاه تزاد شهرين ثلاث شهور اربع شهور حنا كنعرفوا خنيفرة غير الجبال وغير كيطلعوا في الجبال الناس الفلاحات تما كيسرحوا كياكل غير العشو منين يدي مثلا يوصل واحد 6 شهور 9 شهور العام. الاخوان كنعتذروا لان الشبكه ما كايناش لها مزيان سد علينا لا يبقى يخرجوا لنا عاوتاني. هادو السردي الكبير هذا عامل فايد كيوصل حتى 5500 درهم 5500 درهم السنه الماضيه خوتي. سي محمد تيقول لكم انه هذا الحولي هذا ديال السردي البريمير اللي كاينه في المغرب هي هذه تقريبا البريمير اللي كاينه في المغرب يعني البروميير يعني الكاليتي الاخر كان 5500 درهم هذا العام اللي فات. اما حاليا سي محمد شحال طاح؟ حاليا 4200 و300 فهمتي كاين واحد تراجع كبير. اذا الحولي ديال 5500 درهم العام اللي فات هذا العام ها انتم كتشوفوا واصل 4200 4000 درهم 4200 تبارك الله ما شاء الله كلهم نوعيه السردي كلهم كاليتي نتاع السردي ما شاء الله تبارك الله
فهذا خصو ثلاثه الناس اربعه الناس اللي بغا يشدو ياك صعيب شويه. كنعطي واحد النصيحه للناس. نعم تفضل سي محمد تفضل. كنعطي لهم واحد النصيحه، اللي كيعرف شي واحد شي كساب كيدي من عنده ولا شي حاجه، من الاحسن يمشي تسوق من عنده، من الاحسن عنده فيه الثقه عنده فيه الكونفيونس، من الاحسن يمشي يدي من عنده. سي محمد ربما هاد الدومين ديال تربيه المواشي ولا فيه مجموعه من القوالب بزاف كاع بزاف ولا فيه مجموعه يتخيل بنادم كاين بزاف. يعني واحد الوقت كنا كنسيريو حوالي من السوق مساله عاديه، لكن دابا كثروا هاد الانترنت وكثروا هاد الادويه ولي برودوي بنادم الحولي كتشوفوا تبارك الله ولكن هو مبني على الخاوي بزاف كاع بزاف. وهذا كيرجع حتى على البنادم على المواطن اللي كيشري كيتقدى الحولي. مثلا كيشوف واحد الحجمه عندي هو عندي هنايا كبير نعم هذا انا اللي جا عندي بنادم ما غاديش نبيعو له بالنسبه للعيد انت بحال هذا وهذا هاد الجوج هاو ما غاديش نبيعو له ما نقدرش نبيعو له هذاك راه كبير في السن ديالو. كيجي عندي بنادم كيدخل كيقول لي جبدها لك راه كنقول له هذاك لا كنقول له بهذا بحال هذا كنبيعو لك غير ب 300 الف فرانك غير ب 3000 درهم كيقول لي علاش كنقول له كنقول له هذاك دابا كنقول له حنايا سداسي سداسي يعني كبير كاين رباعي عنده عامين سداسي عنده 3 سنين دابا هذاك من اللي غيذبح له بنادم غيبان له مزيان منين يمشي يدير القطبه والشواء يخرج له الحمقاس فهمتي. اما بالنسبه هذاك الطاجين دير به شي مناسبه مزيان اسبوع ولا اسبوع ولا شي عرس ولا شي حاجه. اما بالنسبه للعيد باش دير بين شيته ودير الشواء ما صالحش هذاك اللحم ديالو كيكون. اذا كما كتشوفوا اخوتي راه ما تلقاوش شي واحد اللي غادي يقول لكم هذه النصيحه. كاين الناس اللي كتبيع الهم ديالها هو تبيع وصافي. الحول الكبير بطبيعه الحال ما تيبغيش يعطيه للمواطنين لانه تيكون ما صالحش للعيد ماشي ما صالحش للعيد وانما تيفضل انهم الاحسن يعطي لهم شي حاجه باش انهم العام الجاي يرجع. خروف وثني كاينين بزاف ديال الناس عاود كيشوفوا الثني يقول لك لا كبير كبير هذاك ما كبيرش الثني عنده عامين كيكون مهرس اربعه ديال السنان اربعه ديال السنان كيكون رباعي عنده عامين فهمتي كيكون عاد داخل في ثلاث سنين هذاك مزيان لا هذاك ماشي مزيان للعيد يكون اللحم ديالو قاصح يشوف الخروف ولا الثني هكذا الخروف ولا الثني. اذا كما كتشوفوا السي محمد عطاكم بعض النصائح تبارك الله الاكباش هنا انتم كما كتشوفوا ما شاء الله كبيره. نتمنى ان شاء الله انه كلشي المغاربه انهم يعيدوا. بقى لنا الاكباش ديال 1500 درهم نشوفوهم نشوف بطبيعه الحال هادشي تي بشرب الخير مادام كنشوفوا الكسابه كنشوفوا الناس اللي تربيو مزدرا شي تعجب شي بالنسبه لواحد الحاجه عاود بنادم كيدخل لشي كوري ولا شي حاجه غير يدخل من الكوري غادي يعرف الجوده ديال الاعلاف اللي كيعطيهم له. مثلا دخل لشي كوري غير من الباب غير تدخل من الباب ديال الكوري غتعرف واش كيعطي له النيشان ولا كيعطي العلف داكشي ديال انت باش لو كتعلفوا سي محمد كنعرف الفضره الشمنظر الصارباو الشعير والفصه صارباو غير نخل ندخلك ليفين عندي عارف كنخلط الدراري عارف نوريه تما غنشوف. حنا جينا عندك بطبيعه الحال باش ننصحوا المواطنين. حنا كاين مجموعه من الكوريات اللي صعيب انك تمشي عندهم وتسولوا ويوريك هادشي لكن الحمد لله هادشي اللي بغينا. اذا كتشوفوا الاخوان انه حتى السي محمد غادي يورينا كذلك غادي يورينا النوعيه ديال الاكل اللي تعطيو الاكباش ديالهم. سي محمد سامعك كي داير بخير مزيان مالي صدغر ياش يا زرين يمشوا زر الله يوزديمك الاخوان هما الحوار اللي كتقولوا ديال 1500 درهم الناس تبارك الله حتى هادو راه ما شاء الله هادو متى بدا الثمن ديالو 1700 1500 تيوصلوا حتى ل 200 هنايا كاينين ربعه كاين شي حبات هذاك اللي واقف لهي سي محمد عند البيلار اللي واقف واه هذاك 1600 درهم ها هو الاخوان ها انتم كما كتشوفوا الناس اللي كتقول لك الاثمنه نتاع السردي ربما تيكونوا غاليين ولا شي حاجه فهالاكباش تبارك الله انتم كما كتشوفوا هذا اللي واقف 1600 درهم بالنسبه لواحد القضيه 200-300 درهم زياده ديما كتلقاها فيه علاش سي محمد؟ حيت هو فيه الجوده هو اللي معروف على الصعيد الوطني هو اللي معروف بريميرا هذيك كنقولوا حنايا بريميرا ديما فيه الزياده ديال 200-300 درهم ديما والزين ديالو والفورما ديالو والهيئه ديالو اكيد حتى الكاليتي ديال اللحم ديالو الى غير ذلك.
إذن متتبعي قناة شوف تيفي هانتوما كيما كتشوفوا، جينا عند السيد سي محمد هنايا بطبيعة الحال، ورانا تقريبا خمسة ديال الأنواع ديال الأكباش اللي عنده هنايا، كل واحد. نعم سي محمد تفضل. هذا العام واش كتشوف ان كلشي غادي يعيد هذا العام؟ ان شاء الله داك الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله، كاينين بزاف ديال الاسر متضررين بزاف من هذه الجائحه، كنتمناو ان شاء الله كلشي غادي تعيد ان شاء الله، ان شاء الله داك الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله، البوابري كامل ان شاء الله غيتعيد. رساله لاصحاب الكوريات اللي متضررين ومازال ما باعوش بزاف، عاد شنو تبغى تقول لهم سي محمد؟ كنقول لهم كلشي في يد الله. وما يزيدوش يديو غير البركه باش ربي. داك الشيء اللي كاين، لا بالنسبه لهذا العام الكساب كلا الدق بزاف ضايعنا السي محمد بزاف كاع، نقولها لك نيشان كاملين الكسابه هذا العام كلاو الدق بزاف بزاف، وواحد الحاجه ما شافت منهم لا من الحكومه لا من حتى شي حاجه. ما دعمكمش السي محمد انتوما؟ ما كاين لا دعم لا شي حاجه، معروف ديال الوالد ديالي يجيو عندي هنايا تشري كلشي فلوس، لا دعم من جهه العلف لا دعم لا حتى شي حاجه، مجموعه من الناس داو الزرع داو العلف داو كذا، ما جاو عندنا ما شفنا لا زرع لا حتى شي حاجه، لا شي دعم لا حتى شي حاجه، غير يجيو عندك يشوفوك ما شافوك ما جاوش عندنا هنايا. بالنسبه للودنين ديالهم شفت هذيك القضيه الصفراء؟ وهذوك ملي كنشريوهم ديال الدوله هذوك اللي كيدوز عندهم كونترول ديال الطبيب فهمتي، ملي شريناهم حنايا كانوا صغار شويه لقينا عندهم هذا الاخر هذا التكيه هذه ضروري يدوز الطبيب ضروري. سي محمد كنشكرك بزاف، عطيتنا وقتك وعطيتنا يعني الاجواء اللي ديال العيد بطبيعه الحال وديال الاخر. اذا ديال الكورنيش عبد الرحمن فهمتي، طريق ديال الكورنيش فين كاينين الالعاب غير من تما حدا الفيلا ديال التواكي يهودوا من ذاك الطريق نيشان، وحنا تما راه كاينه واحد البلاكه تما وحنا موجودين. اذا متابعي قناه شفت فيه شكرا لكم على المتابعه، كنا معكم هنا محي بوعرور بطبيعه الحال بكورنيش الناظور. سي محمد ورانا هنايا مجموعه من الاكباش اللي تتوفر عليها هنايا 1500 درهم حتى 4500 درهم، كلها اكباش هنايا متوفره. شكرا لكم على المتابعه. اختي بياض الثلج هنايا، حنا بوعرور هنايا حضر لاكورنيش، ما بعيدش بزاف حضر لاكورنيش. كنتمنى ان شاء الله انكم تعاونوا مع الكسب هذا العام، تعاونوا مع الفلاحات، تعاونوا مع الناس اللي مضرورين، لانهم هذوما شفتوا لا دعم لا حتى شي حاجه. ارجوكم حاولوا انكم الانسان اللي عنده ميسور الحمد لله راه بلا ما يشطر، نحاول يقول له الثمن بلا ما يشطر معاه، اما الانسان اللي ما عندوش فممكن انه يشطر شويه يقدر يخلي له 200 300 درهم الى غير ذلك، اما الناس اللي لاباس عليهم ديال المدينه الى غير ذلك في المملكه المغربيه كل شيء، ارجوكم بلا ما تشطروا مع هاد الناس لانهم مضرورين. وبطبيعه الحال مجموعه من العلف اللي تيوكل هاد الحوايج اللي هما غاليين، الدراش منظر النخاله الفصه الى غير ذلك، مجموعه من الاشياء، ناهيك عن الدواء بطبيعه الحال ديالهم والمراقبه ديالهم اليوميه، والخدامه تقريبا ازيد من 6 ولا 7 الخدامه اللي تيقابلوا هاد الناس الشطاب ديالهم الى غير ذلك. اذا متتبعي شوف تيفي كان معكم دائما كانت معكم دائما قناه شوف تيفي محمد مقراش مراسل قناه شوف تيفي من مدينه الناظور والجزائر الشرقيه.